صباح الفل يا عسلة. لا ده انت طلعتوا ناس هنا يا بت متدلعين على الاخر. خف مش كده على الصبح. الله بدلعك شوية. فالجر، ايه الاسلوب اللي انت بتتكلم بيه معايا؟ ايه بت دي؟ فالجر يا رحمك، ما تخليها مبسطة بقى وكلميني زي ما بكلمك كده. خليني اعرف اتاكتك واشوف هشاركك ازاي في المخروبة دي. يا حبيبي يا زيزو، انا مش بتكلم على اسلوبك معايا، اتكلم براحتك. انت كده عاجبني. بس في المفروض الناس اللي بتتكلمي عنهم دول رغم شياكتهم حراميه. حراميه، مالك بتبص لي كده ليه؟ حراميه وهبيشه وبيكوشوا بالمليارات كمان، وما بس عشان ايدهم فوق محدش فايق طولهم. طب سيبك بقى من جو الحراميه والهبيشه والكلام اللي يوجع القلب، امسك سيجارتك قول لي ايه رايك في القريه. انا جبتك اهو عشان تشوف كل حاجه على الطبيعه. هو جو برضه، بس لو هيخسرني جنيه ما يلزمنيش. ومين قالك انه هيخسرك؟ الزن اللي انت عماله تزنيه ده معناه انك جايباني هنا عشان تغرزيني وتخلعي انت. بس انا موافق، موافق من غير ما تقعدي تبرري وتحوري وتعملي حبتين. اكسلنت، برافو عليك يا حياتي. بس لازم قابله بقى تفهميني على الفوله. فوله؟ جرايه يا بت مالك، انت عمرك ما اتكلمت عربي؟ ما تعرفيش المصريين بيتكلموا ازاي؟ ما تفك معايا روان. طب خلاص خلاص خلاص، I got it. قصدك يعني طولش النظام؟ طب ما انت حلو اهو، بتعرفي تقولي كلام. قومي بقى عشان ننزل المايه شويه كده نبلبط. طب استنى البس المايو. مايو ايه؟ هو انت كده مش لابسه المايو؟ يلا بينا. يلا يا بتاع الترعة. مشكلة القرية دي يا سيدي ان انا استعجلت في انشائها. مشروعها كان مطحون والارض كانت تحفة زي ما انت شفت. والله كان في ألف واحد بيتخانق عليها، بس في ناس مهمة وعدتني انها تخلص مشكلة الأرض وفعلا خلصوها. بس أول بقى ما ابتدينا نبني ونأسس، خرابي مشاكل قد كده اتفتحت علينا. الجرايد كتبت عن سرقة أراضي الدولة، طبعا ده لحساب بعض الناس اللي نفسنا اللي أصلا كان عينها على الأرض. فالمحافظ اتشال والنائب العام فتح القضية والدنيا ولعت ودخلنا في مشاكل ملهاش آخر. يعني انت عايزه تفهميني ان شويه الخرسانه اللي شفتهم دول اتصرف عليهم ملايين؟ لا طبعا، نص المبلغ كان تصاريح وعمولات وتسهيلات وسمساره والف ايد اتمدت عشان نبدا. والنص التاني ده اللي اخدته من واحد دلوقتي ما نقدرش نطلب منه ولا مليم ولا حتى نقدر نقول اسمه، مفيش ضده اي ورق. ده غير طبعا القرض اللي طلبته من البنك واللي خسرت فيه تقريبا تلته عشان البنك يوافق عليه. محافظة شال، نائب العام بيحقق، واحد معرفش اقول اسمه. دي قريه منيله بنيله والبعد عنها غنيمه. ده انت كده ورطت الدور بيه رسمي. استنى بس يا زيزو يا غلس. الله، السلام عليكم يا نبي. السلام عليكم يا نبي. لا حول الله يا رب. يا بنتي كفايه كده على الصبح، ما تطوعيش نفسك، مش كويس عليكي يا بنتي. ما قدرتش يا مفخر، قدرتش. الحكايه دي هتخلص متى؟ قرفانه من كل حاجه، قرفانه من روحي، من كل حاجه، قرفتكم معايا كمان. كلها اسبوعين بالكتير وتبقي عالي العالي. قولي لي زيزو هيرجع من السفر امتى؟ المفروض النهارده حسب ما قال، الغايب حجته معاه. أنا عايزة أطلب منه حاجة بس خايفة أزعله، وأنا ما صدقت. عايزة تطلبي منه إيه؟ عايزة أروح أقعد عند أمي في البلد يومين لحد ما أبقى زين، وأريحكم، أريحكم مني ومن عمايلي دي.
إذا كان علينا محدش قرفان منك، بس لو أمك وحشاكي ونفسك تشوفيها وتقعدي معها كام يوم وتفرحيها بحكاية الحبل دي أنا هكلمك. لا أنا ما عايزاش أعمل عمايل العيال دي، أنا كل خوفي على وليد وعبد العزيز، بعمل لهم الوكل بيدي، ممكن يكونوا قرفانين مش عايزين يقولوا. سبحان الله يا رب. صدقي يا بنتي أشكان، أول ما دخلتي عليا بالجلابية السودا والقمطة السعيدة دي وزيزو قال لي دي مراتي، أنا قلت خلاص مستقبل الواد راح وجايب لي بقرة. والله يا بقرة أنا حاسة كده برضه. والله ليكي حق، عندك حق بيني وبينك. الواد يروح يدفن أبوه يرجع صاحب بقرة، بقرة صاحية ويقول لك مرته دي مصري. بس الحمد لله طلعتي مقصلة يا أشكان، وكلك نباهة وإحساس ومفهومية. الحمد لله. بس ميلت بخت ولدك البكر يا مرت خالي. أنا الله يسامحه جدي فضل منه لله. ولدك لازم يدور على بنت الحلال اللي يعيش حياته معها. باين لك عارفة إنه بيحب واحدة ونفسه يتجوزها. شكله كده قايل لك على سره ومش قايل لأمه. أنا ما أقولش حاجة، عبد العزيز قالها لحد تاني واصل. حتى على أمه يا بنت؟ شوفي يا مرت خالي، عبد العزيز ما يحبش إن حد يعرف عنه حاجة. يا سلام، ابني وعرفان. وأخوه وليد أصغر منه بسنين، لو جه قال لك حاجة هتقفي تعاتبيه وتلوميه وتعملي فيها أم العريف. ربنا يجازيك على كلامك زي الدبش ده يا أشجان. بضحك معاك يا مرت خالي. يبقى فاضل مين؟ عبد العزيز ممكن يفضفض معاه ويطمن له. في مراته حبيبته أشجان. لا بلا مراته بلا حبيبته. حبيبته لسه ما جاتش يا مرات خالي، بس جاي جايه وهتفرح قلبه وهتقول يا أشجان قالت. جاي يا بنت انت؟ انت عبيطه يا بنت؟ واحده تانية غيرك اتمسكت فيه بايدها واسنانها وقالت جوزي وما حدش يشاركني فيه، خصوصا يا بنت بعد ما بقيتي حامل وهتجيبي له اول بخت. جاي يا بنت ما بتحبهوش؟ بحبه دي كلمة قليلة قوي، مفيش كلمة توصف عبد العزيز اللي في قلب أشجان. أقول لك حاجة وتصدقيني، لو كان جالي البلد وشفته بعناية والله كنت أهرب معه، حتى لو كانوا ذبحوني. بس يعني جاء متأخر شوي، بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتيجي بنت الحلال اللي هتفرح قلبي. عارفه يا بنتي أشجان، انا ساعات بحس ان انت امي مش انا، من كتر حنيتك علي. انت حتى حنين قدك. مش قادره اصدقك بجد، كل دقك ايه يا عازم شارع عبد العزيز؟ انا عايزك تاكلي عشان تكبري. وبعدين يعني يا اختي الاكل لما يفيض احسن ما يكفيناش ولا ايه؟ صح. يلا فصفري نفسك بقى بالفوسفور الحلو ده. طبعا ما هو كله فوسفور، بس انت يا حياتي مش محتاج فوسفور، منور على طول. كلهم بيقولوا عليا كده برضو. يا سلام، باين عليك شيء يموت. اعملي حسابك بقى اول ما نخلص اكل تلمي حاجتك عشان نتوكل على الله. واتس رونج وذ يو؟ انت مش قلت ان احنا نقعد هنا اسبوع؟ غيرت رايي، كلامك عن القريه بتاعتك قفلني، زهقني من السياحه من بابه. زيزو احنا مش بنهزر. وانا مش بهزر والله، بس ما تقلقيش الموضوع احطه في دماغي. والله حطه في دماغك مش كده؟ بس انا جايباك وقاعده استشيرك عشان تقولي الموضوع في دماغي. لا ما انا فاهم انت جايباني هنا ليه. جايباني عشان تحوري عليا شويه وتدلعيني شويتين، اقوم انا بقى رايل عليك واكوع على طول، مش كده؟ ماشي يا زيزو، انا داخله اغير عشان نمشي. طب ما تغيري هنا. والله خفة. وربنا بهزر، وربنا بهزر. اذا كان جوزك اللي هو كان وزير سابق ما عرفش يعمل حاجه، انا اعمل حاجه؟ هو ما عملش حاجه عشان انا اصلا ما طلبتش منه يعمل حاجه. ولو طلبت منه الراجل اللي ما يتسماش ده اللي ما بتقوليش اسمه مش هيرجع الفلوس، والنائب العام ما بيهزرش. تبقى ايه بقى؟ بس انا اصلا ما طلبتش منه فلوس زيزو، انا عايزه القريه دي تكمل وتشتغل عشان ابني عليها امال كتير قوي. طب انا اسالك سؤال وتجاوبيني عليه بما يرضي الله. اسال. مفيش حد من الحراميه اللي حواليك عرض يشتري؟
يعني ايه؟ يكيش يعني، يكيش والوضع كما هو عليه بتاع القرية. لا، في واحد بس كان عايز يدفع. ايوه، عايز يدفع كام بقى؟ نص اللي صرفته تقريبا. يعني انا ممكن اخد كلامك ده ثقة؟ اكيد. بتسأل ليه؟ شوفوا يا بنت الناس، القرية دي مش هتكمل دلوقتي نهائي، يبقى احنا نعمل ايه؟ نلعبها خرصة، مع وعد مني ان انا هشتري طبعا. نهدى شوية لحد ما ملف القضية يتحفظ في درج النائب العام، والرأي العام كمان ينسى المحافظ اللي اتشال والدربكة دي كلها. يا سلام، استنى كل ده. زيزو انت اكيد بتهزر، انا عندي قروض تسجنني يا ابني. لو كان عندك حل تاني اعمليه،